دقيقة جدا. كان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يمزح إلا حقا، ونحن في الجامعة درسنا مادة في كلية التربية اسمها الفكاهة في التعليم، ومعظم العظماء في مجالسهم دعابة، وكان عليه الصلاة والسلام مرة ثانية يمزح ولا يمزح إلا حقا. يعني دخل أب لبيته، ألقى طرفة لطيفة، ضحك أولاده، أنسوا به، شعروا أنهم قريبون منه، داعبهم، لاعبهم، مازحهم. لكن محور هذا الدرس ليس مشروعية المزاح، لكن شروط المزاح. فأنا أتمنى على كل معلم، وعلى كل أب، وعلى كل إنسان يحتل منصب قيادي، الأب قائد، قائد الأسرة، والأم كذلك، والمعلم كذلك، والمدرس، وصاحب المحل التجاري، ومدير المستشفى والجامعة، أي منصب قيادي بدءاً من الأب وانتهاءاً بالوزير، الدعابة والمزاح والجو المرح ينشط من حوله ويعطيهم طاقة، طاقة. أحياناً يعني طرفة في درس تلاقي النشاط تجدد. نعم، أول شرط القسوة والقمع والمتابعة والسيطرة واللوم والتقريع والتعنيف. هذا البيت ليس بيتاً يجذب الأولاد إليه. أنت لاحظ البيت اللي فيه عنف، الأولاد في الطريق مع أصدقائهم، البيت عندهم فندق يأتون إليه ليأكلوا ويناموا فقط. أما ابن يجلس مع أبوه ساعات طويلة، يستمتع بحديث والده، والده لطيف، ابتسامته على وجهه، بداعب أولاده، بمازح أولاده. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل بيته بساماً ضحك. يقول عن بناته إنهن المؤنسات الغاليات، المؤنسات الغاليات. يعني أنا لا أدعوكم إلى أن يكون الجلسة كلها مزاح، مستحيل الكلام، لكن أنت بالبيت أعلى مصدر، فإذا هذا المصدر إذا كان كلامه لطيف، في معه دعابة، في ابتسامة. مرة بيقول واحد أنا ما رأيت شيخ يبتسم. طيب لما لا تبتسم أيها الشيخ؟ ابتسم، اضحك، داعب من حولك، يقتربون منك. بدي أقول لكم نص أدهشني، بيقول الإمام الشافعي الوقار في البستان من قلة المروءة، بنزهة، لا ابتسامة ولا ضحك، هيمنة وكهنوت وهيبة، هذا مو نزهة. الوقار في البستان من قلة المروءة. وفي نص آخر المبالغة في الذوق من قلة الذوق، المبالغة في الذوق من قلة الذوق. أنا أدعو إلى أن يكون البيت جنة، ولن يكون جنة إلا بأب مبتسم، أب مرح، أب لطيف، أب رحيم. فهذه الصفات هي التي تجذب الأولاد إلى البيت، تجعلهم يتحلقون حول أبيهم. المقولة الدقيقة في هذا اللقاء الطيب، المزاح في البيت كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. المزاح في البيت
كالملح في الطعام إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. الآن المزاح الكثير يضعف الهيبة، الذي يمزح كثيراً يستخف به، لا يبالى بتوجيهاته، يتساهل بتعليماته، من حوله يسيبون أعمالهم. هذا الإكثار من المزاح، أنا قلت كالملح في الطعام إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، يعني بالساعة طرفة، بالسهرة طرفتين أو ثلاثة فقط، أما طرفة وراء طرفة وراء طرفة هذا ما عاد في إمكان للتوجيه إطلاقاً، ما عاد في إمكان للكلام الجاد، ما عاد في إمكان للانتفاع من حديث الأب. نعم، أحياناً ببعض السهرات بينفتح باب المزاح، أبداً طرفة وراء طرفة وراء طرفة، وكل واحد يستعرض مخزونه من الطرف ويعرضهم على أخوانه، جلسة ما فيها بركة ولا فيها خشوع ولا فيها فائدة ولا فيها يعني اتعاظ. فأولاً المزاح كالملح في الطعام إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. يقول عليه الصلاة والسلام في الأدب المفرد للبخاري: لست من دد ولا دد مني، لست من دد ولا دد مني. دد أي لست من أهل اللعب واللهو، مجلسه وقور، مجلسه مبارك، في موعظة، في توجيه، في حقائق، لكن في مرح، وفي من حين إلى آخر طرفة. يعني صور المؤمن في حياته الدنيا كأنه يمشي في الصحراء، حر ورمال وأحياناً غبار، بعد مسير طويل ومشقة بالغة وجد هذا المؤمن واحة، نخلة في بركة ماء، استظل بظل النخلة وشرب من الماء وأكل تمرة، هي استراحة اسمها. فاجعل في درسك استراحات، استراحة هي طرفة، وأحياناً تستمع إلى 50 طرفة لا يصلح من الطرف للإلقاء إلا واحدة أحياناً. وبالمناسبة في طرفة بتمس مهنة، ما بيجوز، أنت معلم، أنت أب، لو فرضنا في طرفة قاسية جداً على حرفة من الحرف، سمع ابنك طرب لها في المدرسة، قالها لبعض رفاقه، أحد الرفاق والده يمتهن هذه المهنة، بتقاتلوا. فأولاً ممنوع في إلقاء المزاح أو الطرف أن تمس إنساناً أو أن تمس فئة أو أن تمس حرفة أو أن تمس جهة، ممنوع. يعني بقول لك مرة ثانية، بالمئة طرفة ما ممكن تلقي على أولادك إلا واحدة من مئة حيادية، ما بتمس إنسان ولا طائفة ولا مذهب ولا لون ولا فئة ولا جهة ولا حرفة ولا مدينة. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه حمل أكبر دعوة في تاريخ البشرية، كان إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً، كان إذا دخل بيته يعد واحداً من أهل البيت، كان يكنس داره ويرفو ثوبه ويصغي الإناء للهرة ويخصف نعله، وكان في مهنة أهله
وكان بساماً ضحاكاً، وكان الحسن والحسين يركبان على ظهره، وكان الحسن والحسين يركبان على ظهره، هكذا كان النبي في بيته. كان عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة يحدثنا ونحدثه، فإذا دخلت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يحدثنا ونحدثه، فإذا دخل وقت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. إذاً أول شرط من شروط المزاح أن يكون قليلاً كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. الشرط الثاني يعني ألا يمس حرفة، فئة، جهة، طائفة، مذهباً، ألا يمس أحد. يعني مرة ذكرت طرفة أنه ملك في أثناء تجواله في مملكته دخل إلى بستان، وجد حصان قد عصبت عيناه، ووضع في رأسه جلجل يدور حول الرحى لاستخراج الماء، فهذا الملك سأل صاحب البستان لما عصبت عينيه؟ فقال له لئلا يصاب بالدوار، جواب مقنع. ولما هذا الجلجل؟ قال له إذا وقف أعلم أنه وقف. فكر الملك، قال له فإذا وقف وهز رأسه، أم قال له للملك وهل له عقل كعقلك؟ أحيانا الإنسان بيطالب بيفترض المستحيل، بيفترض المستحيل. هذا الافتراض ذكرني أن أحد أصحاب رسول الله سأله عليه الصلاة والسلام ماذا ينجي العبد من النار؟ فقال النبي إيمان بالله. قال مع الإيمان عمل. قال أن يعطي مما رزقه الله. قال فإن كان لا يجد ما يعطي فقير. قال فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. قال فإن كان لا يحسن، قال له فليعن الأخرق، قال له فإن كان أخرقاً. يعني كل ما يعطي النبي الكريم حل يغلقه. قال له النبي الكريم أو ما تريد أن تدع لصاحبك من خير؟ ما له ولا ميزة هذا؟ ليمسك أذاه عن الناس. فجاء السؤال الدقيق، قال له أو إن فعل هذا دخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد مسلم يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. معنى ذلك أن العمل الصالح حركي ينمو، والعمل السيء ينمو من معصية لأكبر، وبالجانب الإيجابي من طاعة لأكبر. أحياناً في كلام حكيم جداً، لي قريب أمه وقعت في مرض عضال، فجاء لها بالطبيب، وضع النفس منهار، فهذا الطبيب صب جام غضبه على ابنها، قال له حالة عادية جداً، تستدعيني من البيت وتكلفني وتتعبني والحالة عادية، وعم بيخاطب ابنه، اطمئنت هي. فكان قديماً الطبيب اسمه حكيم، أنه يتكلم كلام يعطي راحة للمريض. هلأ الطريقة الأمريكية بيقول معك سرطان، معك 4 أشهر، أم مات ثاني يوم، ما تحمل 4 أشهر، بالكلمة الكبيرة بنهار. الطريقة الأمريكية هكذا، بيقول معك سرطان وبتعيش 4 أشهر، هي قصة وقعت بالشام، ثاني يوم مات، ما تحمل الخبر.
الآن في نقطة دقيقة جدا، دائما التطرف سهل والتوسط صعب. يعني سهل جدا أن تكون قمعي، تكلم كلمة ضربته، كلمة ثانية سبيته، كلمة ثالثة رفسته برجلك، هي أسلوب قمعي. وكمان سهل جدا تسيب الأمور، الطاول على أمه سكتت، ضرب أخوه سكتت. التطرف سهل، أن تأخذ الجانب المتطرف يمنة أو يسرة سهل جدا. أما أن يكون ابنك في حيرة يحبك بقدر ما يخافك أو يخافك بقدر ما يحبه، أنت مربي، أنت أب عظيم. إن الله عز وجل وصف الأنبياء بأنهم يعبدونه رغباً ورهباً، والمؤمنين خوفاً وطمعاً. وأنت جو مكفهر، قمعي، تقريع، لوم، سباب، سهل، لكن خسرت أولادك. تساهل تساهل. مرة كنا في بيت، يعني غرفة الضيوف مجللة بقماش أبيض بكوي مثل الثلج، أحد الضيوف ابنه جلس بحذائه القزر فوق هذا فوق الكنبة. أنا غليت غلي. التسيب شيء لا يحتمل، وفي آباء يتساهلون مع أولادهم لدرجة أن واحداً ممن حولهم لا يحبهم لتجاوزاتهم. فكلما أدبت ابنك أصبح محبوباً، وكلما أهملته أصبح مكروهاً. إذاً التطرف سهل، التسيب سهل، والقمع سهل، لكن أن يحبك ابنك بقدر ما يخافك أو أن يخافك بقدر ما يحبك، وهذا معنى الآية الكريمة يعبدونه رغباً ورهباً. الأنبياء والمؤمنون يعبدون الله خوفاً وطمعاً. لا تكون قاسياً فتكسر، ولا ليناً فتعصر. نعم، نحن في اللغة أقوى الحركات الكسر، قبلها الضم، قبلها الفتح، قبلها السكون. فحتى يتعلم الطلاب هذه القاعدة قل لهم قضيب، إن تركته ساكن ما بتحتاج إلى أي جهد. أما إذا كان منثني فتحه سهل، إذا كان مفتوح ثني أصعب، أما كسره أصعب وأصعب. فأقوى حركة الكسر، أقل منها الضم، الفتح، السكون. يعني بعض الأدباء يقول لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا من عيني، كان خارجاً عن سلطان بطني، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد، وكان خارجاً عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم، ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامتاً، فإذا تكلم بذ القائلين، وكان يرى ضعيفاً مستضعفاً، فإذا جد الجد فهو ليس عاديا. سيدنا عمر بيقول من كسر ضحكه قلت هيبته. ومن كثر مزاحه استخف به. الحالة المبالغ بها. بدي أضرب مثل، يعني أنت أيها الأب بطولتك أن يكون وجودك في البيت عيداً،
الوجود عيد، والأب القاسي العيد بعدم وجوده. يبدأ العيد بعد أن يخرج من البيت، والأب الناجح يكون العيد بعد الدخول إلى البيت. يعني في مدرسة ناجحة جداً، حدثني أحد الإخوة الكرام، قال لي ابني يبكي بكاء مر يوم الجمعة، ما في مدرسة، يحب معلمه كثيراً، فاليوم الذي لا يرى فيه معلمه يتألم. عندك إمكان تكون أب كهذا الآن. بطولة ثانية، كل إنسان قمعي يمدح في حضرته، لكن الإنسان الأخلاقي يمدح في غيبته. فأنت متى تمدح؟ في حضرتك أم في غيبتك؟ البطولة أن تمدح في غيبتك. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، أما الأنبياء يمدحون في غيبتهم. البطولة ما الذي يقال في غيابك؟ أما في حضرتك قضية سهلة جداً، إن كنت قوي الكل يمدحونك اتقاء شرك أو طمعاً بنوالك، يا اتقاء شر أو طمع بالنوال. هذا في حضرتي القوي، والأب قد يكون قوي. فالبطولة أن الابن يحدث صديقه عن أبيه، اللي أب نحبه كثير. البطولة أن يحدث ابنك صديقه عنك في غيبتك. أما في حضرتك في أطفال أذكياء وبيمثلوا دور الابن البار اتقاءً لشر أبيهم. نعم. أيها الإخوة، الآية الأصل في هذا الموضوع: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره.